السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم على سباسف. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا جينا نقدموا لكم الريدمي باد برو. بعد اقبال لقات الريدمي باد اس او جبنا الباد برو اخوان. قبل ما ندخلوا في التفاصيل لي ديطاي، واحد الميزه كنشير لها في الطابيطه ديال الاخوان، الباتري ديالها اخوان الاخوان فيه 10000 ملي امبير، ماشي 7000 وماشي 6000 وماشي بحال الطابيطات الاخوان. المواصفات اللي فيها والكونفيغوراسيون اللي فيها الاخوان راه شي حاجه رائعه سكيل. قبل ما نديرو واحد المراجعه خفيفه ظريفه الاخوان، نتمنى السيرفيس ديالنا يكون عاجبكم، وراه ديما كطيح شي سيره كنحاول نوفر لكم نتوما الاولين الاخوان. الا خصاتو شي حاجه راه تواصل معنا في الباج، ونتمنى السيرفيس يكون عاجبكم الاخوان. اجي قرب اخويا يوب ندير واحد الموسى ولي زيزو الباد برو الاخوان، دوربي فيجن اتموس، السناب دراغون 7 اس جينيراسيون 2 الاخوان، اي بي اس سي دي اخوان، بياسه كتهضر على راسها. كاين النسخه ديال 256 وكاين النسخه ديال 628. بسم الله فتحوا البياسه هادي، اول بياسه تفتح في المغرب. مرحبا الاخوان، احسن شي حاجه مرحبا. الصراحه الطابيطات ديال شاومي ما احسن طابيطات حاليا في السوق صراحه. بسم الله غندير واحد مراجعه خفيفه الاخوان. اما الحله اللي انت لا كتفتح البوكسين ديالها، ريدمي باد برو 12.1 بوص 120 هرتز، 2.5 كا ديسبلاي، الشاشه داك السيستم دابا الحاليه اللي ولا الهايب برو اس، سناب دراغون 7 اس جينيراسيون 2، الباتري الاخوان 10000 ملي امبير بحال اللي فيها، هي فيها باور بانك الاخوان، شارجور 33 واط. السبيكر اخوان كواد سبيكر 4 البيفون. بسم الله بسم الله. هاي اخوان الطابلات ديالنا، اللهم بارك، نحافة الفريم عندها الاخوان اليوم. هاي لافي شور ديالها، كاميرا عندنا هنا، عندنا تايب سي، عندنا البوعد داك المنفذ ديال جاك البيفون الاخوان، عندنا واحد 4 البيفون هنايا، دولبي فيجن اتموس، بلاصة الشاريو هو راه كاين هنا الاخوان، هنايا في العلبة، العلبة راه غادي برا كيكون شارجور 33، هذا هو الاخوان اللي كاين معاه حاليا. الكاميرا الاخوان هي كاين هنا، كاين النسخة ديال 128 وكاين النسخة ديال 256 الاخوان. بالنسبة للاخوان راه البروسيسور قلنا لكم، بروسيسور الاخوان سناب دراغون 7 اس جينيراسيون 2 120 هرتز، فلافي شو ديالها اي بي اس، شارجور كيما قلنا 33، الباتري 10000 ملي امبير. هادشي اللي كاين الاخوان، كنظره اولى الاخوان بياسه مقبوله، وانتم راه عطونا الاراء ديالكم في لي كومونتير على حساب الراي ديالكم، على حساب الثمن ان شاء الله اللي غادي يكون. بالنسبه للثمن الاخوان ديال النسخه 6 جيجا 128، النسخه 6 128 الاخوان الثمن ديالها 2800، والنسخه ديال 8 256 3300 درهم الاخوان. الا خصات شي حاجه مرحبا به. هادشي اللي كاين الاخوان، نتمنى السيرفيس ديالي يكون عاجبكم، تبارك الله عليكم، الله يسخر الامور.